اصلا مرحبا بكم مثل الكل. انا محمود. شنو نعمل بالضبط؟ باه اول حاجه كان تعرفوا باز العباد الكل كان عندها هذايا كوب قبل، يا شافته قبل، يا كان عندها كوب في الدار فركته عاود ركبته، والا نحاول ستيكرز عاود لاصقهم. ولا فما شكون باز يعرف نجم يعرف يقدو. باه انا 8 سنين تالي مشيت مره لوتيل كي في كومبيتيسيون، ما عندها حاله على جوست مشيت كومبيتيسيون هكاك، يا اخي لقيت شكون يعرف يقدو الكوب غادي. 8 سنين تالي قلت كي قلت له بلاي ثلاثة ايام هذوك في السيجور تعلم، قل له علمني الكوب. ثلاثة ايام هذوك تعلمت الكوب بشويه بشويه، بديت نحاول نطور في روحي، نشوف اليوتيوب كيفاش نطور روحي، شنو اللي نخدم اسرع ونشوف شنو هي موجوده. باه لهنا من بعد بشويه بشويه لين وليت فما دي كومبيتيسيون، اكتشفت لي فما دي كومبيتيسيون في تونس، ماهمش اوفيسيال، اما جوست هاك كومبيتيسيون يعملوها اللي باش يلموا عباد، معناتها كوميونيتي صغيره على الاخر، انهم يعملوا لي كومبيتيسيون هذوما. والعباد تتلم انهم نتلموا نعملوا لي كومبيتيسيون، ولينا نشاركوا، ولينا فما ناخذوا دي ميداي وكل شيء. انه في نهار خويا مشى الولايه، قلت له مشى البلاد من بلدان هكا، قلت له بالله جيب لي دي كوب بروفيسيونيل على خاطر كي نتفرج في اليوتيوب نلقاهم يتحركوا بزربه، ومن بعد كي نمشي نشوف في تونس ما نلقاهمش اصلا موجودين. معناتها البروبليم اللي لقيتهم الاول، لقيت اللي لي كوب بروفيسيونيل اللي يتحركوا بزربه ماهمش موجودين في تونس. قلت له جيب لي. بالحكايه هذيك قلت انا علاش ليه الحكايه هذه مادام الكيوب هذوما مش موجودين في تونس علاش ليه ما نجيبهمش انا. جبت دي كيوب لي انا بروفيسيونيل، جبت مره 6 كيوبات. كي جبت 6 كيوبات هذوما لقيت لي فما عباد اخرين زاد يحبوا الكيوب بروفيسيونيل. الكيوب بروفيسيونيل خاطر يتحركوا بزربه مش الكيوب نورمال كيف الكيوب نورمال. خذيت كيوب لي انا وعملت شين يوتيوب انا وقتها اللي هي ميموس كيوب. الشين يوتيوب هذيا هي عملتها باش نعلم العباد كيفاش انهم يقدوا الكوب. هذا عندي 2016 بديت بشويه بشويه نجيب في الكوب، كبرت الكوليكسيون تاعي. هذه الكوليكسيون تاعي قبل نجم تقول تشوفهم برشا، اما تو الكوليكسيون تاعي تنجم تقول اكبر بشويه. اللي قلت لكم حليت من بعد شين يوتيوب، بديت نعمل فيها دي فيديو، نركح تليفوني هكايا بالكردونه، حط كردونه حط عليها ورقه هكايا، ركح عليها تليفون، نبدا نعمل توتوريال، نبدا نحكي عسلامه ومرحبا بكم الناس الكل، معكم ميموس كيوب، نبدا نحكي كي عامل جو صانع جوي معناتها، وعمل فاش فيسبوك على الحكايه هذيك. بشويه بشويه لقيت عباد ولات انتريسي اكثر. وقتها انا عملت باش فيسبوك ميموس كيوب، العباد تسالني فين موجودين لي كومبيتيسيون، خاطر انا وليت نشارك في لي كومبيتيسيون وفرد وقت نجيب في ليكيب بروفيسيونيل. البزوان اللي انا البروبليم اللي لقيته انا في معناتها اول ما بديت انه ما لقاش كيف ما قلت ليكيب بروفيسيونيل. هذاك علاش قلت علاش ليه ما نجيبهمش، وليت نعمل في لي فونت نتاعهم ليكيب هذوما، وليت نبيع فيهم، نجيب فيهم البرة ونبيع فيهم بشويه بشويه، انه كل مره نتعدى على ديوان نمشي نتعلم برشا حاجات، نتعلم كيفاش نتعامل مع العباد، نحكي كل شيء. اللي ولاو فما دوموند، ولينا نعملوا دي كومبيتيسيون، ولينا نشاركوا في الكومبيتيسيون اللي خلطنا في تونس، خلطنا حاجه باهيه على الاخر. انه وصلت اون 2016 وقتها اون 2017 عيطوا لي كوميك كون. اللي ما يعرفش كوميك كون هو ان ايفينمون يجيو فيه فوق ال 4000 عابد اللي يحضروا العباد هذوما، ويعيطوا لي باش نعمل انا ستاند تاع ليكوب. انا قلت هذايا لازم نستغل الفازه هذايا باش نعمل، قلت نقولوا باش العباد تولي تعرف اكثر الحكايه، تعرف ليكوب، خاطر كان لوبجيكتيف نتاعي انه الكوب هي حاجه طياره على الاخر، علاش ليه العباد ما تعلموش. عملت وقتها تي شيرت نتاعي هاك ميموس كيوب، ذاك اللوغو نتاعي اللي في المريول، وعملت دي كارت يزيد وكل شيء باش انه العباد تسمع بالحكايه هذيك اكثر. بشويه بشويه هيك بشويه بشويه اللي حليت ولاو ستوند، جاو برشا عباد ولاو برشا عباد انتريسي، اللي ولاو فما دوموند على ليكوب اكثر من اللي من قبل. انا عجبتني الحكايه بالطبيعه، معناتها مادامني انا نعمل في ليفونت في الحكايه هذيك، قلت لي علاش لا انا مادام. وفرد وقت عباد تسال فيا فين قاعد تعلم فيه الكوب، هو فما موجود كان في اليوتيوب. قلت واي نوت، مادام العباد فما دوموند انه العباد تحب تتعلم الكوب، علاش لا ما نحلش ان كلوب. اون 2017 حليت اول كلوب نتاع روبيكس كوب في تونس، حليت وقتها في المرسى، كان نحكي بطريقه بروفيسيونيل، معناتها انك تعلم ميثود افونسي، خاطر لي كوب نجم تقول مش جوست تعلم الكوب، فما ميثود كيفاش انك تخدم تولي اسرع وتولي تخدم تولي تخدم خير. شهر كامل نقري في طفل واحد بركه، عامل جو، ومن بعد بشوي بشوي بدا يكبر الجروب، بدا يكبر الجروب، لين ولاو يسمعوا بيا الحكايه، ولاو يعيطوا لي في بلايص اخرين باش نعلم، بشويه بشويه لين لين زدت كبرت الكوليكسيون تاعي، زدت كبرت الكوليكسيون تاعي، ولاو العباد يطلبوا اكثر دي كوب، يكلموني على السلامه شنو هو، ولاو بديت نفركس كيفاش نعمل ليفغيزون في ولايات اخرين،
ومن بعد مشينا الكومبيتيسيون مونديال لمينا بعضنا العباد اللي نعمل لي كومبيتيسيون في تونس حبينا وليت فما كوميونيتي صغيره في تونس اللي لمينا بعضنا مشينا كومبيتيسيون مونديال اون 2017 في باريس شاركنا بعالم تونس البلد الوحيده في الافريق وصلنا في تونس الاولانيين توا في الافريق في ليكوب بين الجزائر ومغرب وليبيا ومصر وساوث افريكا وبرشا بلدان اخرين في الافريق كلهم يشاركوا في لي كومبيتيسيون حتى كي نعملوا كومبيتيسيون في تونس هما يجيو ويحضروا على الكومبيتيسيون خاطر لي كومبيتيسيون في تونس ولاو اوفيسيال هكايا الكومبيتيسيون هذايا كي شاركنا لعبنا كونتر جابون ربحنا جابون اما وقت ربحتنا كندا ما ينساش ربحنا جابون حاجه باهيه الحكايه هذيك بشويه بشويه اللي في البريود هذيك تغرمت برشا بالايفينمونسيال تغرمت بالايفينمون وليت نمشي برشا خدمت مع جي سي سي وجي ام سي كوميكون بنزاي روحانيات اي اي هاك برشا برشا ايفينمونات اللي تعلمت منهم برشا حاجات وقت دخلت دخلت كانه ديما ندخل كبينيفول في ليزيفينمون نمشي نتعلم نحضر حضرت فوق ال 100 ايفينمون والبريود هذايا هي كانت وقتها هذايا اول مره نطلع سور سين وقتها هذايا في ايفينمون اسمه بانزاي جست دخلت طلعت نغني في غنيت سبيس تور معناتها مش حكايه هذيك اما نذكرها لتوا على الاخر خاطر كنت نرعى شكايه وبالسيف نتحرك و كلي قلت انا سي بون باش نعمل حاجه هذايا نحب نعملها باش نعملها بالفزه هذايا وقتها من بعدها جي بي اف ام تاعي في البي اف ام تاعي كنت نقرا قبل جيني سيفيل جيني سيفيل ما يعرفش حاجه ريليتد بالبني معناتها جيستيون سيفيل دو بروجي دو كونستركسيون عملت حاجه هذيك ومن بعد لقى روحي انا اورينتد اكثر بزنس بساعة ذي في التصوير كنشوف في التصوير هذا ذي ما اصحابي في البي اف ام تاعي شنو يعملوا لي انا ستريس على الاخر اكثر ستريس عشت حياتي هو البي اف ام تاعي وقتها صايرين مشاكل فما برشا مشاكل صايرين تاع حكايه البي اف فورميشن كادرومون وكل شيء وصحابي جايين صور عملوا تصاوري تبعاهم هكايا وجاو يهزوا في يهزوا في تصاوري وانا قاعد نبريزونتي معناتها اللي عبيه فهمت ليه اما عديت حاجه طياره على الاخر اللي هي ايس بريكيت اني انا نجم نحكي وما قعدتش يقلقني جمله معناتها حتى وليت اصلا نفك الميكرو نجم نقول لهنا بشويه بشويه اللي مليت نعمل فيديوهات اكثر بالجرين سكرين ولاو عيطوا لي في بلايص اخرين باش نعمل فيديوهات مخير وفي الوقت هذاك اللي في البريود اللي بعد ما خديت دبلومي في جيني سيفيل قلت اسكو برسمي انا نحب نعمل حاجه هادي والا لا اسكو نحب نقرا جيني سيفيل والا لا مشيت شفت هكايا قلت انا هون جيت نشوف نلقى روحي انا اورينتد اكثر بزنس اورينتد اكثر ايفينمونسيال خدمت معناتها مع ليزيفينمون اللي في العام هذاك خذي يا اخي قلت انا بعد ما خديت دبلومي قلت شنو اخو عام بوز عام بوز نفهم فيه روحي شنو نحب نعمل بالضبط بالطبيعه معناتها امي وبابا باش يقولوا لي انا نحب معناتها يا تخدم يا تقرا راح تعمل حاجه معناتها نقول ما تقعدش هكاك قلت لهم انا اوكي نجم اي كان ميك ريفينيو من غير ما نقعد معناتها نقول نخدم في بيرو كل يوم 8 ل 6 وكل باش نضيع وقتي نحب نفهم روحي خاطر شنو نحب نعمل في الوقت هذاك درت على ولايه تونس الكل يعيطوا لي نعمل لي فورماسيون دي فورماتور في الكوب بي جوست راه تعمل لكم في صفيصه توا السولف انه الكوب هذايا مش حاجه صعيبه برشا العباد الكل تنجم تتعلم وتنجم تقول اللي بشويه بشويه قلت انا كل مره نمشي الولايه نمشي نعمل فورماسيون عمل جو درت على برشا بريسكولايات تونس الكل اكتشفت تونس اللي هي البلاصه مزيانه على الاخر اللي فيها برشا برشا حاجات برسمي انا من العباد نجم تقول اللي عمل جو في تونس خاطر تلقى فيها فما ديزيفينمون كيف ليفينمون تيديكس معناتها ديزيفينمون طياره على الاخر ما تخيل تشوف حاجه هكا ياسر مزيانه حتى اللي هما تنجم تقول ليزيفينمون هما اللي بدلوا لي من حياتي اللي خلوني اني نجم نقدم ونجم نعمل برشا حاجات اللي وصلت بالليفينمونسيال نجم نبدل القرايه نتاعي اللي انا توا نقرا ماستر اي بزنس الكترونيك بزنس في ليكول سوبيريور دو ايكونومي نوميريك ايتاتيك اللي تقبل في باش بالليزيفينمون اللي عملتهم وبالحاجات اللي عملتهم في ميموس كيوب معناتها في الحاجات اللي عملتهم في هذوما اللي توا انا توا كملت ماستر نتاعي توا ناخذ معناتها نعرف الميموار نتاعي والميموار نتاعي باش نعملها بزنس بلان اباوت ميموس كيوب اباوت الحاجه اللي نعرفها اللي انا نحبها معناتها بدل القرايه نتاعي كيفاش بالحاجات اللي عملتهم ابار القرايه تنجم تقول باش اني تقبلت في فاك واحده اخرى بحاجه لا علاقه باللي نقرا فيه ديجا كي انا قدمت في دي زونيفرسيتي اخرين قالوا لي معناتها جايين بديبلوم جيني سيفيل فاش قاعد تحكي معناتها تحب تقرا عنا معناتها فهمت كي مشيت فاك هذاك لقيت روحي ليز داتونت ومن بعد تقبلت شيخت عليها الحكاية هذيك نقرا مع جماعة قراو ليسونس في الحاجة اللي نقرا فيها اللي طيب توا نقرا فيها لقيت روحي سافا على الاخر خاطر لقيت روحي عملت برشا براتيك في ليزيفينمون في ميموس كيو معناتها اللي تعلمت منها برشا حاجات. هكاك ولاو يعيطوا لي في لي كلوب قلت لكم وفي ليزاسوسيسيون نعمل لي فورماسيون فرد وقت نعمل لي فورماسيون تاع البزنس وماركتينغ
واللي تعلمت منهم برشا حاجات وفرد وقت نعمل جو خاطر حبيت نعمل نوصل ليزانفورماسيون اللي تعلمت ونحب نوصلهم للعباد. لهنا الكوميونيتي نتاع الكيوبس بشوي بشوي ولات تكبر، ولينا نعمل لي كومبيتيسيون قلت لكم اوفيسيال، خاطر اوفيسيالمون وليت one of the delegates of the World Cube Association. اش معناها؟ معناتها موليت ممثل عالمي للاسوسياسيون مونديال نتاع لي كيوب، اللي هي كيما نقولوا اسوسياسيون مونديال فوق 300 كومبيتيتور في العالم، اللي خلطنا توا قلت لكم الاولانيين في الاخريك، واللي اي كومبيتيسيون في تونس ولا في العالم ولا في المغرب العربي نجموا يعيطوا لي باش انرجي كومبيتيسيون اوفيسيال، وبالرسمي ان شاء الله باش نخلطوا حاجه مخير ومخير ومخير. باهي لهنا بشويه بشويه كما قلت لكم درت على برشا ولايات، عمل جو نعلم لي فورماسيون، ولي فورماسيون هذوك بالطبيعه بالفلوس، معناتها كي عملت لي فورماسيون دي فورماتور فورمي لي فورماتور باش هما يفورميو صغار، صغار هذوك من بعد تلموا وعملنا كومبيتيسيون اللي تلموا فيها فوق 2500 واحد، فيها كانت كومبيتيسيون نتاع كالكول مونتال وفرد وقت نتاع لي كوب. انا وقتها شديت الفورماسيون نتاع لي كوب، شديت الكومبيتيسيون نتاع لي كوب، لهنا انا فرحان خاطر جبت ميكرو قاعد نحكي مع برشا عباد هكا عامل جو. ومن بعد بشويه بشويه هذيك ليفينمون وقتها وليت نحكي كل نحكي مع ليزيفينمون ما عادش يقلقني كل شيء. الوقت هذاك جا الكونفينمون وانا وقتها دخلت مع ستادي بوينت ان. ستادي بوينت ان اللي ما يعرفهاش هي بلاتفورم تاع اي ليرنينغ تنجم تعمل لي فورماسيون اون ليني وتعمل تاع تعلم سوفت سكيلز وبرشا حاجات اخرين. اللي هو عملت الفورماسيون نتاع الكوب الغاديكا اون ليني باش انه حتى العباد اللي انتريسي ان برشا واحد بلايص اخرين ما يلقاوش فورماسيون بالتونسي انا نتعلمها بطريقه بروفيسيونيل بطريقه باهيه يلقاها على ستادي بوينت ان، يلقى الفورماسيون هذيك اون ليني. هكاك وقتها لهنا عملت اول تيديكس نتاعي، هذا ثاني تيديكس فرحان على الاخر اللي جي لهنا. اللي اول تيديكس نتاعي كان تيديكس سيدي بوسعيد، كانت بريزونتاسيون ياسر شخت عليها اللي توا نفس الحكايه. ميرسي بور لافيتاسيون. سو لهنا كيما قلت لكم هذايا لزين الفاك اللي نقرا اللي توا نقرا فيها كان في ميموار نتاعي. ومن بعد وقت حتى كنت دخلت في الفاك نتاعي انا مغروم قلت لكم بالفي اسوسياتيف وكل شيء، ولاو عيطوا لي في معناتها الفاك تشجع على الاخر انه انا على البروجي اللي نخدم فيه وكل شيء، انه ما عيطوا لي كي تجي راديو ولا حاجه الفاك، عيطوا لي انا باش نمشي نحكي على الحكايه هذيك ونحكي على اللي فما دي بروجي وفما دي فما عباد يخدموا على حاجات اخرين ايفن دو كانوا يعملوا في حاجه اخرى قبل. لهنا من بعد كذاك الكل عملت شين يوتيوب اسمها ثقافه عامه. شين يوتيوب هذه ثقافه عامه عملتها انه باش نعاون العباد على الحاجات اللي ما يلقاهمش فاسيلمون. كيفاش؟ اول حاجه بديت عملت اول ما بديت عملت فيديو نتاع كيفاش نجيب كل مره شكون من فاك معينه يحكي لك على الفاك هذيك في لورينتاسيون كيفاش في الباك باش انك تعرف انت يعرف العباد اللي فاكولتي فين موجودين وكل شيء. وثاني حاجه من بعد نجيبه كل مره نحكيو على كل مره نحكيو على حاجه نحكيو على فورماسيون انكتوس اي سيك او اس تي برشا ديزيفينمون اللي باش يعاونوا العباد انهم يقدموا ياخذوا برشا بلايص. لهنا كيف ما قلت لكم مازلت نعمل في ليفونت اللي يحب ينجم يدخل يشوف. سينو من الاخر ليف يور باشن دو وات يو لاف اند ثانك يو سو ماتش.